وسائل منع الحمل عرض خاص. ما لدينا هنا في لومينست هو تحمل تكاليف الوقاية. توفر مدينة لومينست المال لمساعدة سكان المدينة مع تكاليف وسائل منع الحمل أو تنظيم الأسرة. إنها تتعلق بجميع وسائل منع الحمل المقررة طبيا، حبوب منع الحمل لولا بثلاثة أشهر والإبر، وهو يستهدف الأشخاص الذين لديهم إعانة بطالة منخفضة الدخل أو لديهم مال سكن أو دخل منخفض نسبياً. نحن نفحص الحالة والمرأة تحصل على تصريح إذا كانت الحالة مناسبة، وعندها على سبيل المثال تحصل على إبر من الصيدلية أو يتم وضع لولب ونقوم عندها بالدفع مباشرةً.